السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الدرس الثاني، وهي استخدام الأزرار ونعطي لها الأوامر المطلوبة بحيث اللي هو يسهل لنا المأمورية في تنفيذ المهام. هنيجي هنا المفروض نخش على دخول، يدخلني على دخول، وهنا الخروج اما يدوس عليه يخرجني الى خروج او يطلع لي بره الاكسس. في حاجة طبعا مهمة لازم نأكد ديت. طيب عشان ندي الامر، في حاجتين اتنين نقدر نحط فيها الامر للزرار ده او الزرار ده: الماكرو والكود. طيب احنا النهارده هنبدأ بالماكرو، ازاي يحولني الى فورم جديد. طب قبل ما ننشأ، قبل ما قبل ما لازم لا ينفع اطلاقا ان احنا نحول من نموذج الى نموذج الا يكون متوفر النموذج الثاني. هنا حاليا متوفر النموذج اللي هو الفورم واحد اللي هو ده. طب فين الفورم الثاني اللي هو هيخش عليه؟ يبقى لازم نصممه. مؤقتا كده نحاول نعلمه بأي علامة بحيث نعرف اللي هو نتأكد اللي هو الفورم اللي احنا أي علامة بس كده. هيبقى اسمه فورم اتنين، خد بالك بقى، هيبقى اسمه فورم اتنين اللي هو ده. طيب يبقى هندوس ديزاين فيو، هنقف عليها كليك لمين، هنخش على البروبرتيز دي اون كليك، هتلاقيها في الكلمة دي اون كليك في حالة الضغط عليها. ده الماكرو وده الكود، ده دي معادلة تانية ان شاء الله هنستخدمها بعد كده. الماكرو بقى هنقول ايه؟ هندوس اوكي. هنقول له في حالة الضغط اوبن فورم، افتح لي الفورم اللي هو واحد ولا اتنين. طبعا اتنين، ما ينفعش يبقى واحد، هو المفروض طبعا مبقاش موجودة واحد دي اساسا. بعد كده ندوس كلوز، بعد كده نشوف فيو كده. فتح لي الفورم، لكن ده ما اتشالش، ده ما اتشالش. يبقى هنعمل يعني في نفس الامر، في نفس الامر، خد بالك، اول ما ادوس عليك اهو اهو في نفس الامر هندي امر تاني ب كلوس ويندوز. هل استكفيتها كده؟ لا طبعا. يبقى لازم ايه هو اللي يتقفل؟ اللي هو فورم 1 مش 2. بعد كده نسيف، بعد كده نشوف الفيو. تمام كده اهو. يبقى تاني تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحول الى فورم في الدرس دوت.